اليوم رانا في مشروع جديد في وسط مدينة وهران. المشروع ايكيبي ليكيبمون اي لانستالاسيون كوتي كليماتيزاسيون اي تريتمون دار سو في بار لو جروب ال جي اللي كان معنا في المزير داكومبانيومون المزير دانستالاسيون اي ميم لو مزير دو لا ميزون سيرفيس. المشروع موجود في وسط مدينة وهران وان شاء الله يكون اضافة جديدة في مدينة وهران دوتيلري اللي في سيرفيس دو ريستوراسيون ديدي على الجرون بيبليك ومام لي كومينوتي اورانيز اي لي كومينوتي اترونجير مام لي كومينوتي ناسيونال. كما عودناكم رانا متواجدين اليوم في مدينه وهران باش نقدموا لكم لا دو نو ديرني بروجي ريفيرونس ان تيرم دو كليماتيزاسيون سنتراليزي. il s'agit du restaurant Four Seasons Bar Attract. خيرنا اليوم هذا البروجي باش نقدموا لكم اخر منتجات ال جي الجيري في ميدان التكييف المركزي. تعملنا في هذا الريستوران دي كاسيت روند دو ديرنيير جينيراسيون. سي كاسيت بيرميت ان ريفرويديسمون rapide et un refroidissement sur 360 degrés. Elles offrent aussi un design irréprochable. Comme vous pouvez le voir, ça s'adapte parfaitement à la configuration des lieux. En plus du système de climatisation, pour ce restaurant, nous avons opté pour un système de ventilation de type ERV qui permet le renouvellement de l'air et aussi il permet également de préserver l'énergie en offrant une capacité de refroidissement inégalée. من خلال هذا المشروع هذا اللي درناه رانا حابين نبينوا لاصحاب المشاريع الجديده باللي ال جي الجيري بكل المنتجات تاعها تقدر تلبي كل حاجيات السوق الجزائري في ميدان التبريد المركزي. سو ريستوران اي لا بروميير بارتي دان ميغا بروجي ايسي سور لا فيل دو وهران كي اي كونستيتوي دون بارتي ريستوران دان اوتيل اي دان ابارت اوتيل. Il s'agit de l'hôtel HH situé dans la ville de Oran. La spécificité de l'hôtel, c'est que dans ce projet, nous avons un système VRV Multivie 5 à 3 tubes avec récupérateur d'énergie. C'est l'un de nos premiers projets référence en 3 tubes réalisés en Algérie. معكم زيدي سعيد صاحب مؤسسة All Plan Bing متخصصة في ميكانيك دو باتيمون. رانا في المشروع تاع ريستورون في اي بي، ريستورون تابع لفندق 5 نجوم دبل اش الكائن بعربي بن مهدي. رانا خادمين هنا بسيستم كليماتيزاسيون 3 تيوب ال جي. كيما هنا في الريستورون خدمنا باللي كاسيت 360 دوغري يمدوا الديزاين وفيكاسيتي تاع البروده هنايا. خدمنا بسيستم ال جي 3 تيوب هنايا وكان ستاف تكنيك تاعهم موجود معنا حاضر في كل وقت نحتاجهم يجوا يقدموا لنا مساعدات. كليون طلب على هذا الشيء على البرودوي تاع ال جي خاطرش متوفر هنا في الجزائر. عندنا تكنيسيان نحتاجهم في اي وقت يجوا يوصلوا عندنا هنا، كانوا يجوا يديبلاسيو من ال جي يجوا عندنا هنايا والحمد لله ما لقيناش مشاكل ويجعل ربي يوفقنا ان شاء الله ونقوموا بمشاريع اخرى ان شاء الله.